Alors, salam alaikum, j'espère inch'Allah t'kounou bekhir ou ala khir. Alors, wasslouni quelques questions ديال les collègues ala had le mustajed ديال القانون المالية جديد, plutôt ديال مشروع القانون المالية. وبغيت انني ندير ان لايف كم ساعة انا نحاول نشرح لكم شنو كاين في مشروع القانون المالية, وشنو هما لي شنو هو الاجراءات اللي غادي دير اللي غادي دير لا فيديراسيون ان شاء الله. دونك بالنسبه لمشروع قانون الماليه عندنا اللي غادي يتقاس الضريبه ديالهم هما اللي كاين اللي عندهم بيرسون مورال, اللي عندهم لا سوسيتي. كانت لياس لامبو سور سوسيتي كدير 10% غتولي 20%. بيان سور لانهم هما حددوا انه هذا الرفع من 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 الضريبه على الشركات بالنسبه للناس اللي المدخول ديالهم سنوي ما كيفوقش 300000 درهم, وهادو اغلبيه العيادات ديالنا هادشي اللي كاين 300000 درهم راه ما تنفوتوش. داكوغ, دونك دابا يعني ماشي بيرسون فيزيك, بيرسون مورال يعني لي صاغل اللي عندهم الدخل سنوي لا يفوق 300000 درهم غادي تحول الضريبه على الشركات من 10% ل 20%, الدوبل. ثاني حاجه اللي غتكون لي كونسيرن لي بيرسون فيزيك لي بيرسون مورال هي الاقتطاع من المنبع. الاقتطاع من المنبع هي الوقت لا كونيكسيون. دونك غادي جو ريبران دونك لو ديبي ا لا سورس, الاقتطاع من المنبع ou la double taxe IS, impôt sur société, بالنسبه للي كابينه اللي هما ils sont en personne morale. D'accord. Donc دابا حنا متفقين, يعني عندنا la fédération خصها تدافع اللي كاين اللي هما personne morale على وديت لا تاكس اللي غدوبل, وخصها تدافع على داك الاقتطاع من المنبع ما يكونش بالنسبه للناس اللي هما كي personne physique كي personne morale. باسكو الى اي واحد مثلا داير اون كونفونسيون مع اون اسوسياس مع اون اسورونس, ولا شي واحد كتخلصو فرقه ديال الكره مثلا ايكيب كتخلصو لانه هذيك راه عندها لا فورم ديال صاغل, وكتخلصو غتولي تقطع عليه الفلوس ديال الضريبه من الخلصه من لا سورس, يعني غتعطيه داكشي مقطوع. دونك حنا يعني هاد الدوله حنا عارفين بانه ايفيكتيفمون كاين اكطويلمون اون كريز مونديال, ودابا تيحاولوا في هذا القانون مشروع قانون الماليه الجديد انهم يقادوا شويه بالنسبه للمداخيل ديال الدوله. حنا فاهمين انه المدخول ديال الدوله هو نسبه كبيره ديالو كتجي من الضرائب, ولكن ماشي من الجيب ديال المقاولات الصغرى والمقاولات المتوسطه, لانه ملي كتقول الدخل السنوي ما يفوتش 300000 درهم راه ناس على قد الحال, يعني مقاولات صغرى ومتوسطه, يعني هنا راه قصنا القدره الشرائيه ديال هاد الناس هادو كاملين. ومنين ملي كتبدا تحيد ليه الفلوس عاوتاني من لا سورس راه ما خليتي ليه حتى باش يستثمر. دونك راه هنا راه سي ان تري تري غون بروبليم, ما يمكنلوش غيولي صعب عليه يستثمر, غيولي صعب عليه يوظف, غيولي صعب عليه حتى الاستمراريه حتى باش يكمل يعيش, لانه حنا دابا راه الا لاحظتوا راه على حافه الانهيار, راه حنا غير مرقعين. الخدمه قليله بزاف, الناس الله يحسن العون كونسونطرين على المعيشه اللي غلات بواحد الشكل كبير. حنا عندنا دوبل كاسكيت بريستاتير دو سيرفيس, مضطرين اننا نتقداو لي برودوي بالثمن ديال السوق, و لا كاسكيت الاخرى ملي كتسالي الكابيني ديالك راه كتمشي كتولي مواطن, راه انت كتقدا بالغلا اللي واصل ليه السوق دابا. دونك فاهمين حنا بانه من باب المواطنه, وبانه من العقد اللي حنا دايرينه في الدوله انك تخلص الضرائب, حنا ما رافضينش الضرائب, ولكن ما نقبلوش انه العجز ولا الخساره تخلص من جيوب الناس اللي ما عندهاش. يعني عطى الله الامكانيات, الدوله تعاود تفكر في امكانيات واحده اخرى باش انها يمكن لها تخلص تحاول تقاد العجز اللي عندنا في, 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 في الصندوق, لانه هذا الشيء الا مشينا الا كملنا بحال هكا انا كيبان ليا بعدا واحد العدد كبير ديال لي كابيني غينقرضوا.
لانه كلنا صغار، فهمتي؟ يعني ما منين غادي يولي الضرر بهذا الشكل؟ شنو خلاو يعني حنا كنا كنترجاو انه يتم تخفيض الوعاء الضريبي، كنا كنقولوا انه اوليو منين غيشوفوا الظروف المعيشيه دابا صعيبه غادي يحاولوا يشجعوا هذه المقاولات هذه اللي عاد باديه وينقصوا من الضريبه. فاذا بهم تيجي وتيقول لك لا غادي نطاكسي الشركه اللي هو تاكسي هذاك الشيء اللي ممنوع، ولا اللي مضر، اللي ممنوع ما يمكنلوش يسيركولي، ولكن اللي مضر ما غنبقيش انا مهن ديال الصحه. ناس اللي اصلا خدموا في كورونا بخسائر كبيره، اللي عانوا هذيك المده ديال الحجر وعانوا من بعد من غلاء الاسعار والتضارب في الاثمنه ديال الاسعار ديال المواد الاوليه باش حنا تنخدموا وديال لي برودوي باش حنا تنخدموا، اللي دابا تنحاولوا اننا ولينا تنشوفوا المريض ما بقيتيش تقدر دير ليه حتى اون سيونس غراتويت. داكشي اللي كنا كنديروه خير في سبيل الله ما بقيناش يمكننا كاع نديروه، ولا صعيب، وليتي كتحشم قدام لو باسيون مين تيجي تيقول لك انا ما عنديش، وانت تنتا فايتوها بالصبر. يمكن غير داك الديكور ديال الكابيني والبيرو والزواق هو اللي تيبين بانك انت في واحد المستوى معيشي اكثر، اما كلنا عارفين بعضياتنا لي كونط بونكير كوروندير تيضرب فيهم، مهنة اصلا ما تنديروا بها لا دار لا طوموبيل لا المخير فينا، لو كان ما عندوش شي مدخول واحد اخر ما غيمكنلوش يدير، ولا اللي خدم قديم، الناس اللي خدموا شحال هادي هما اللي كانوا قدو كانت الفلوس مازال دايره وكانوا وقدو يديروا هاد سميتو انهم يقدروا يديروا دويره ويديروا طوموبيل. ما هادشي دابا اللي حنا خدامين فيه دابا راه يمكن غير الاستمراريه بوغ با بوغ فيفغ بوغ سورفيفغ و بوغ سورفيفغ وتجيو عاوتاني ديروا النميسه. يعني ما عندها ما ما ما, ما تيقبلهاش العقل. كاين امور اخرى، كاين امور اخرى يمكن لينا، يمكن الدوله، يعني راه عندنا خبراء تبارك الله في الماليه وفي الاداره، عندنا خبراء اللي غادي يمكن ليهم يشوفوا وما يمشيش انا للجيب ديال الدرويش. زدت درهم في بيسكوي 10 دريال في بيسكوي ديال واحد كيديه كياخذو بدرهم، شكون كيدي بسكوي ديال درهم؟ راه كيدي هذاك اللي مسكين ما عندوش. دانون كنزيد فيه 10 دريال، علاه من دانون ديال 40 ريال زدت فيه 10؟ شكون كيدي دانون ديال 40 ريال؟ راه كيديه اللي ما عندوش. دونك ما زعما ما عرفتش انا واش هذا الشيء غادي يبقى غادي بحال هكا، لانه حنا غادي يعني كمواطنين راه حنا تنخلصوا الغلا اللي كاين في السوق في المعيشه في المارشي في الحانوت في السوبر مارشي، وغادي نخلصوا وكنخلصوا عاوتاني الزياده ديال دوك لي برودوي اللي باش كنخدموا بما فيهم لي غون بما فيهم لي بافيت بما فيهم لي برودوي دو ديزانفيكسيون دونك ولي الماتيريال حتى هو اللي حتى هو تزاد علينا باسكو كلشي تزاد، لانه ليسانس تزاد، لانه الغازوال تزاد، ولانه هادشي ما حابش، لانه الحرب باقه في اوكرين وما عرفناش هادشي مازال فين غادي. ايوا حنا باش يمكن لينا غير نستمروا في العيش الكريم غنجيو عاوتاني وغادي نديروا ضعف الضريبه بالنسبه للشركات اللي الدخل ديالها ما تيفوقش سنوي ما تيفوقش 300 درهم، وهما اغلبيه العيادات ديالنا اللي هما بيرسون مورال اللي هما سوسيتي، الاغلبيه ديال لي كابيني راه هادشي فرد افير ديالهم هو هذا، راه ما تيفوتوش هاد لو مونطو. ونزيدو ونردو لا طاكس من 10 نردو ليهم لا طاكس من 10% ل 20%، ما قلنا 12 ما قلنا 11 ما قلنا دوبل. ما فهمتش انا هادشي واش مبني اصلا على دراسات، واش شافوا لي بيلون ديال الناس بانهم راهما مضرورين ورا لي لو طرافاي الي ا لا بيس. دونك فوالا انايا بوغ ريبوندغ على لي زانتيغوغاسيون ديال لي كوليغ اللي كيسولوا على لا لوا دو فينانس، البروجي دو لوا دو فينانس افكتيفمون شفناه وغادي نديرو اون ابخوش دابا. بدينا الاتصالات بيان سوغ، لانه قانون الماليه سي اون لوا، مشروع قانون الماليه سي اون لوا تكنيك، دونك خاصنا خبراء في الماليه باش يمكن حتى الا غادي نقترحوا شي تعديلات ولا في البرلمان خاصنا الناس اللي المختصين في الميدان
يمكنناش غنمشيو ماشي بحال القانون ديالنا مثلا ديال الممارسه ديال المهنه، ولا يمكن نقترحوا فيه شي تعديلات. اما بالنسبه للاختصاص المالي خاصنا الناس ديال الميدان باش حتى الا طلبنا شي تعديل. حتى لي كابيني دافوكا اسماعيل، حتى لي كابيني دافوكا داروهم غيوليو الضريبه ديالهم غتبقى تقطع تقطع عليهم المحكمه. حتى هما سردوهم كاع كتبوهم كاع في وسط هذا باش يقولوا بانه العيادات المحامون اللي داخلين في الشركات، انت هما عندي العياده شركه. لي زافوكا اسماعيل ما عندناش الوقت ديال لي زافوكا سبيسياليست اون فينانس. لي زافوكا هما نيت راه هما دايرين اضرابات دابا، لي زافوكا هما نيت هما دايرين اضرابات دابا لانه حتى هما مقيوسين، حتى هما عطاوهم لو ديبي ا لا سورس، وحتى هما غادي تحسب عليهم نفس الحاجه بحالنا بحالهم. دونك دابا حنا تنحاول انه فيكو دابا الماستر اللي تندير هو ماستر اداره وماليه، دونك تنحاول بالاساتذه اللي اللي تيقريوني نشوف بعدا يعني كاع المخرجات اللي يمكننا نديرو بهذا اللي يمكننا نديرو من القانون ديال الماليه، من مشروع قانون الماليه، وشنو هو التوجه فين يمكننا نمشيو. تنفكركم بانه الوقت عندنا قصير لانه قانون الماليه او غون ماكسيموم خاصو يتصادق عليه الاخر ديال شهر 12، لانه هو اللي تيخلي النفقات ديال الدوله يمكن ليها تبدا من ابتداء من 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 1 جانفي بما فيهم لي سالير وداكشي. دونك الوقت عندنا ضيق، القانون ديما تيديروا فينا فيه مشاكل، مشروع قانون الماليه ديما تيكون فيه شي قنبلات الموسم، وهذا الشيء هما داروه دابا نيت. دونك فوالا، يعني ما يعني بالنسبه للكوليك اللي عندهم تخوف، حنا اللي علينا غادي نديرو غادي غنمشيو في اطار اننا رافضين هذاك الرفع ديال الضريبه، وغنرفضوا الاقتطاع من المنبع. كما قلت هذاك الاقتطاع من المنبع راه ال كونسيرن بي بيرسون فيزيك لي بيرسون مورال، لانه اي واحد خلصاتو شركه غتقطع عليه الفلوس ديال الضريبه عاد تعطيه الكماله. يعني اللي خدام مع فرقه ديال الكره، اللي عنده كونفونسيون اسورونس، اللي ما عرفتش يمكن خدام في جمعيه. دونك فوالا، دونك هادشي هذا هو الاطار اللي حنا فين حنا مقيوسين في هاد سميتو. وبالنسبه بو حنا يمكن دابا ما عندناش هاد الحاله، مي انا غنشرح اون جينيرال. بالنسبه للناس اللي عندهم كونفونسيون تيير بيان، كونفونسيون تيير بيان بحال لي ميدسان عندهم ديك انهم مثلا لا سين اس اس يمكن يديروا بريزون شارج، وكي المريض كيخلص غير لا ديفيرونس. دونك هذاك الفلوس اللي كانت غتعطيهم لا سين اس اس غتبقى تقطع منهم الضريبه. الوغ بون اي سويف لو سيستيم فرونسي، فرنسا الحمد لله حنا كنشوفوا المشاكل اللي كاينين فيها، ما بقاتش مثال لتا شي حاجه اصلا. راه التوتر العلاقات ما بيننا وبينهم راه تيبين على انهم اصلا لا فرنسا ولا اوروبا كامله فهي كتعاني مشكل كبير دابا. الا غناخذوا المثال ديال اوروبا، فاوروبا دابا تتقلب غير على الغاز باش تسخن فهاد البرد ما لقاتوش، بسبب التهور ديال السياسات ديالها نيت اللي دخلتنا في هاد الحرب عاوتاني ديال روسيا واوكرانيا. وهذا موضوع اخر. انا بون لو لايف انا حاولت غير باش نشرح اوليو باش نشرح الكل كيني بوحديتو، لانه بداو كيوصلوني كلكو ميساج ديال اللي كيني ما فاهمينش شنو هو واقع. وبيان سور صعيب باش تفهم، لانه قانون الماليه باش تحاول تقرا مشروع قانون الماليه خاص تكون شويه عندك درايه بالمساطير وبالقوانين باش يمكن لك تعرف تقرا القانون ديال الماليه وتعرف اشنو هو فين 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 اين يكمن الخلل. لانه المشروع ديال القانون راه صعيب وفيه بزاف ديال الفصول، فيه بزاف ديال الابواب. يعني ان توكا اللي حنا مضرورين فيهم هاد الجوج. و فوالا، راه حنا غنديروا اللازم كما مولفين باش اننا نتصداو لهذا الشيء. ما عرفتش فين شنو فوقاش غادي نحتاجوا مثلا التضافر ديال الجهود ديال اللي كاين وانهم يوقفوا معنا وهذا، انا ما عرفتش. ولكن مهم انا غير تنحاول نعلم
باش تكونوا بعدا عارفين شنو هو واقع. يمكن الا كنتو بيرسون فيزيك تحسوا بانكم ما معنيينش، ولكن تعرفوا انه راه اللي تيضر واحد تيضر، اللي تيضرني انا تيضر بزاف، واللي تيضرك انت راه تيضرني انا. ما حد تيضر داكشي لا بروفيسيون، وراه راه اوتوماتيكمون، لانه ما تفكروش غير هكاك، فكروا في هذوك الشركات الصغار اللي ماليهم سي دي باسيون ديالنا، اللي حتى هو غيتضرر، لانه هنا راه تنوليو كنهضروا على دي شيفر دافير ديالنا اللي تينقصوا. احنا اصلا راه حنا غيتنسلك ولا ساره الطالب لو سوجي هو ان بروبليم دي ان بي. الوغ لي ان بي حنا ما عندنا حتى شي علاقه، لي ان بي لو سول لا سول شوز اللي يمكن لي لا فيديراسيون دارت فيها انه مشات جابت لكم لو كود دي ان بي. اما لو كود دي ان بي الي سي ان كود بيرسونيل اللي لقى فيه مشكل يتواصل مع لانام، الا ما لقاش الجواب عند ما جاوبوهمش يجي للرباط يدي لو كود ديالو، باسكو اون برينسيپ هما راه كيهضروا على 48 اور. دونك الا كان لو دوسي مقاد ما فيه حتى مشكل، جيو للرباط ديو لي كود ديالكم. هما راه كيقول لك حنا كنصيفطو ابري 48 اور، انا ما يمكنليش نقول الاداره كتكذبي ما كتصيفطيش، لانه هذا سيت ميلين، يمكن الميل يمشي لسبام، يمكن الكوريي ان ديزيرابل، يمكن ما يوصلش يكون ان بروبليم ما يوصلش. دونك لو كود ان بي او سيت ان تروك بيرسونيل بينكم وبين لانام، ما يمكنليش ناخذ لي كود ان بي او ديالكم، زعما سي با اوتوريزي انني ندي لي كود ان بي او ديالكم. دونك كل واحد يمشي ياخذ لو كود ان بي او ديالو من 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 الاداره. حنا كنهضروا دابا على صعب من لو كود ان بي او، ما لو كود ان بي او دابا سي اون سي ان دوسي كون ا ديجا ريزولو. لا فوالا نشوف واش كاين شي كيسيون وحده اخرى انكور كومبري. الوغ فدوا غادي نعاود بوغ لا ديرنيير فوا بوغ تو الموند، باش لو لايف ما يكونش طويل، وباش اللي بغى يعاود يسمعو يعاود يسمعو، وباش حتى انا لانه راه دابا الليل حتى انا راه النهار كله وهادشي الخدمه، وعاد وعاد tout ce qui doit se faire pour la fédération. Donc راه عييت. Le live concerne deux points importants داخلين في لا في البروجي دو لوا دو فينانس 2023. الضريبه على الشركات في المشروع قانون الماليه الجديد غتحول من 10% ل 20%، والضريبه والاقتطاع من المنبع بالنسبه لهذاك الضريبه على الشركات بالنسبه لي بيرسون مورال، بالنسبه لي بيرسون فيزيك ولي بيرسون مورال الاقتطاع من المنبع بالنسبه للناس اللي غيخلصوهم شركات، واحد كونفونسيوني مع اسورانس، واحد تخلصو فرقه ديال الكره من ايكيب، هذا غيبقى تقطع لك الضريبه عاد تعطيك لي باقي. داكوغ، دونك هاد الناس اي سيغون كونسيرني، يعني عدد كبير منا اي سيغا كونسيرني بهاد 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 الزياده ديال الضريبه. هادشي علاش ما يمكن لهمش يزيدوا دابا في لي تاريف ريفيرونسييل، باسكو خاصهم حتى ينجحوا الصندوق ديال 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 لا تي ان اس ديال التاريف ديال لي ترافايور نون سالاري. ما يمكنش يزيدوا في التعويض وهما عندهم العجز اصلا في دوك الناس اللي خصهم يكوتيزيو في الصندوق ديال لا سي ان اس اس، من خارطين ولاني ما كوتيزاوش. دايور البنك المغرب راه اوتوريزا لو بريليفمون ا لا سورس، يعني اي واحد ما كانش كيخلص لا سي ان اس اس وهو خصو يخلصها غيبقى يقطعوا ليه من اي حاجه لقاو عنده من اي كونط، عطى لوتوريزاسيون دو بريليفمون ولا ما عطاش. دونك هاد لو دوسي ديال تاريف ناسيونال دو ريفيرونس هذا il va être révisé pour toutes les professions، ولاني ماشي دابا حتى يتوازن الصندوق ديال لا سي ان اس اس. هادو شي حوايج اللي نقدروا نفهموهم من الدوله ونكونوا فيهم مواطنين. مي اللي ما تيتفهمش انه نمشي لعند اللي عنده القدره الشرائيه قليله ونزيد عليه في الضريبه، هذه هي اللي ما يمكن ليناش نتقبلوها. يمكن نفهم انه الدوله ما عندهاش فلوس، وحنا عارفين انه دابا كاين ازمه ماليه خانقه لا وطنيه ولا دوليه ولا التاثير الدولي على الوطني. دونك عندنا مشكل ديال الجفاف ديال الشتاء ما كايناش، ايفيكتيفمون عندنا مشكل كبير، ولكن
ما يمكنش نقبلوا انه الحل الوحيد اللي يكون عند الدوله هو انني نمشي للجيب ديال هذاك اللي ما عندوش واللي عنده المدخول قليل وناخذ منه عاوتاني ضريبه زايده. هادشي ما يمكنش نتقبلوه. دونك حنا غنمشيو في هذا الاطار هذا ديال اننا رافضين هاد الجوج ديال المقترحات اللي كاينين في مشروع قانون الماليه، غنحاولوا ندافعوا عليهم في البرلمان، ويدير الله خير غادي نعلمكم بداكشي اللي بالمستجد اشاك فوا كان عندنا شي جديد ان شاء الله. فوالا بون هاد لو لايف راه اي تي جوست ا لامبروفيست امبريفو غير بو ريبوندغ او كيستيون دي كوليغ. انا يمكن مازال بغيت ندير معكم ان اوتر لايف اللي غيكون فيه بوكو بلوس دو طون، وغنحاولوا نهضروا على بزاف ديال الامور، وغنهضر على شي حوايج اللي تنشوفوهم في انترنيت تيسيئوا شويه للصوره ديال لا بروفيسيون، باش نحاولوا نقادوا الدار ديالنا قبل ما نحاولوا نهضروا على حوايج اخرين. دونك الا بغينا نمشيو في الطريق المستقيم، اما الا بغينا نبقاو واحد لا بروفيسيون اللي ماشي ستركتوري، وهذا راه غادي نخليو نيت للدوله فين تعطينا العصا مزيان. الله يهنيكم وتصبحوا على خير.